اخواتي، مرحبا بكم في القناه، قناتكم وصفه افكار. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله عندي معكم واحد الحلوه اللي هي سهله بسيطه، مكونات عاديه، ما كتحتاجش وقت بزاف. يعني كتصاوبيها دغيا دغيا، دقائق دغيا كتاليها. كنحتاجو فيها كاس ديال الكوك، كنديروها بالكوك، كتجي لذيذه بزاف. ممكن نحتاجو كاس ديال السكر، هاد يعني الا بغيتو ديروا يعني الكاس يعني يكونوا بحال بحال، ماشي ضروري كاس العنبه، هذه تقريبا كاس العنبه، غير يكونوا القياس يكونوا نفس الكيسان. كاس ديال السكر، سنده، نص كاس ديال الزيت، جوج بيضات، عندنا واحد ملعقه كبيره ديال المربى، اي مربى عندك، اولا ديروا قشر ديال الحامض حكيهم اللي عندك، قبيصه الملحه، 125 غرام ديال الزبده، هذه الزبده غير عادي ديال العبار ماشي مارغارين، زبده عاديه. عندنا جوج خمارات، وعندنا لافاني، فانيليا، تقدروا ما ديروش هاد الفانيليا، درتو قشور الحامض على حسب اللي عندك. عندنا الدقيق، غادي نعبر بهذا الكاس هذا وتشوفوا شحال يعني شحال قد ندير الدقيق. المهم اخوات دابا غادي نخلطوا، ما كتحتاجش وقت بزاف، دغيا دغيا مجموعة قصرية ديال الزبدة، مهم شوية الملحة، قبيصة الملحة، الملحة اللي كتدير كتوازن الذوق ديال الحلوة، شوية الملح مع قبيصة الملح. غنديرو السكر، فانيليا، ديروا الزيت، نخلطوا بهذا الخلاط اليدوي. كما كتشوفوا الزبده خاصها تكون يعني رطبه بزاف، خلطوا هكايا واللي بيديكم. كما كتشوفوا نخلطوها مزيان، هانتوما الزبده راه كتذوب دغيا دغيا، خرجوا الزبده قبل الا كنتو بغيتو تخلطوها. ممكن غادي نعاود نديرها بيديا، لان إذا كانت بإيد دغيا دغيا داك السكر تا هو كيتحك ويدوب، هاكا مع الحرارة ديال اليدين دغيا تيدوب. خلطنا الزبدة مزيان مع الزيت، دابا غادي نديرو البيض، غنديرو جوج بيضات، جوج بيضات هما خلطوهم مزيان. بعد ما خلطنا البيض مزيان كيجي لهذا الشكل، دابا غنديروا هذا المربى، نجي مذاق ديالو زوين، وغنخلطوا كذلك كاس ديال الكوك. خلطوا مزيان، بعد غادي نديروا الدقيق. دابا من بعد ما خلطنا الكوك غنديروا الدقيق، هانتوما غنعبر لكم بالكاس، اخوات اللي تبغوا العبر ديال الكاس والكاس الاول، الكاس الثاني، الكاس الثالث. نعجنو الخليط مزيان، وما الكاس الرابع تنشوفو كيفاش غيكون الخليط، كنجبدو العجينة، كنجبدو العجينة عادي، من بعد غادي نديرو دابا الخميرة، غنزيدو الكاس الرابع، ديرو الخميرة، جوج خميرات، فيها 8 غرام ولا وحدة 8 غرام، يعني 16 غرام ديال الخميرة، ونكملو نجمعو الخليط ديالنا، العجينة غي تشوفو هاد الشمعات صافي حبسو. كما كتشوفو العجينة دات 4 كيسان ديال الدقيق، هيا يعني مغاديش إلا شتا كتلصق مزال غنزيد الدقيق، دابا كما كتشوفو غنجمعها.
ما نقصحوش العجينة بزاف. هما دبرا كتجمع زيد واحد شوية صافي، ما غاديش نزيد الدقيق دابا، بعد كيسان بركه. حاولوا انكم تشربوا الدقيق ديال الحلويات اخوات اللي ما كتصدقش من الحلوه. صافي كما كتشوفوني جمعتها ربعه الكيسان على حسب الكميه اللي درت ديال الزبده وديال الزيت. تما كتكبروا هكا كتجمع كتجي رطبه وما قاصحش وما كتلصقش في يدينا، يعني ما كتلصقش رطبه وما قاصحش. صافي دابا غادي نخدموا بها ونجيبوها ونديروها كويرات، ما غاديش نخلوها ترتاح. ما غير كنجمعوا هنا نتلاقى. ودابا غنديرها كويرات على حسب الحجم ديال الغريبه اللي بغيتي، مهم بويسها كبيرة متوسطة لا واحد واش باغي. غنديروها كرة نحطوها طوب على هذا الشكل هذا، ممكن تشوفوا ما كتلصق ما والو. هذا الشكل وصدفوها في الطاولة. بقاو هاد الحالة حتى كملو هاد العجينة كاملة. درت كويرات قبل ما نحطهم في الطاوة غنديروهم في غادي نديروهم في الماء الزهر وفي الكوك. هذا راه الماء الزهر وهذا القريعة هادي الماء الزهر والكوك. حنا غناخدو كل وحدة كنغمسها في الماء، الماء الزهر كتجي لديدة ونديرها في الكوك بهذا الشكل وتنحطوها في الطاولة ديال اللولة تجي على هذا الشكل. طريقة بسيطة ديرو هكا، حاولوا أن ما نهزوش داك الماء بزاف ونديروها في الكوك. ما كترش كمية الكوك باش ما تخسروش، ديرو شوية شوية كون سوسو بحال هكا باش متهزش بزاف ونحطوها في الطاولة. سهلة يعني ما فيهاش ما تاخدش وقت بزاف، يعني اخوات اللي ما عندهمش الوقت يصوبوها يعني دغيا دغيا. بالنسبة للكمية حاولوا انكم تنقصوا يا مبغيتوش ديروه بزاف، نقصوا المقادير غادي تجيكم ساهل. كتجي بحال ريش بوند ولكن هي راه غريبه. صافي ونكمل جميع هاد العجينه كامله. غندخلها الفران، الفران سخنته مزيان حتى سخون ومن بعد نقصت الحراره يعني ما تكونش مجهده بزاف. نطيبوها غير من الفوق حتى تشقق ومن بعد يعني العافيه الحراره تكون فوق منها حتى كتبان لكم تشقات، يعني ما تجهدوش العافيه باش ما تحرقش داك الكوك وتشقق وما تحمرش غير من الوسط. المهم تشقق بحال شكل غريبه، بعد ما تشوفوها صافي تحمرات وتشقات من الفوق شعلوها من تحت لتحت، يعني راه دغيا دغيا يعني مع ديك السخونه راه كطيب حتى لتحت حتى هي. المهم طيبها ما كياخذش وقت بزاف دغيا دغيا، نتلاقاو حتى تشوفوا الشكل ديالها النهائي. الحلوه ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي مشقه وكتحمر على هذا الشكل طيب من التحت. وما بغيتيش تحمريها مزيان حاول انك تكون محمره خفيفه، المهم ما كتجي زوينه هشيشه. هانتوما طيب شي واعره تما كيفاش كتجي، تجي تفرتت هادشي زوينة بزاف.
مذاق ديال الماء الزهر والكوك كيجي واعرين في المذاق. اخواتي بالنسبه للطياب ديالها باش تشق لكم خاصها تشعلوها من الفوق هو الاول، ما تجهدوش العافيه بزاف، سخنوا الفران ومن بعد ما تبغوا تدخلوها نقصوا ليه، يعني تكون عافيه مهيله وغادي تشق لكم. الا خليتوها الا جهدتوها راه غادي داك الكوك غادي يتحرق يتحمر وما غاديش تشقق. طريقه مهمه العافيه ما تكونش مجهده بزاف باش تشق لكم. كاين الاخوات اللي ما كتشقش ليهم المهم راه كتجي زوينه. وهذه الكميه اللي خرجت لي من العجين اللي شفتو، الكميه هي هذه طبيصيل عامر. الى عجبتكم اخواتي هذه الوصفه ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتبارطاجيو الوصفه مع الاخوات باش تعم فائده. مع السلامه مع فيديو جديد ان شاء الله.